ومن الاخبار اللي حصلت امبارح لاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هينظم جلسه حواريه بحضور كبار الاعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين الساعه 1 الظهر لمناقشه القضايا المتعلقه بالاعلام الرياضي. النهارده كمان محافظه بورسعيد هتستضيف لاول مره المؤتمر الدولي للسياحه البينيه العربيه. المؤتمر ده بينظمه جمعيات كليات ومعاهد السياحه العربيه التابعه لاتحاد الجامعات العربيه، وفعالياته هتستمر لحد يوم 25 فبراير. كمان النهارده مكتبه الاسكندريه هتفتتح معرض اجنده 2022 الفني في دورته ال15، ده هيكون الساعه 2 الظهر بقاعتي المعارض الشرقيه والغربيه مركز المؤتمرات، والمعرض ده بيعتبر نافذه مهمه لطرح الاعمال الفنيه التشكيليه للجمهور. النهارده كمان هتبدا وزاره الماليه في صرف مرتبات شهر فبراير 2022، وده هيكون ل 6 مليون عامل بالجهاز الاداري للدوله، ويستمر الصرف لمده يومين. كمان النهارده مجلس الدوله هينظم احتفاليه بعنوان يوم الوفاء والانجاز، وهيتم خلالها تكريم قضاه المجلس الاكثر تميزا في الانجاز خلال العام القضائي 2020-2021.